ودلوقتي هنتكلم عن حاسة السمع بالنسبة للطفل. لازم أعرض الطفل لأصوات مختلفة وأصوات كتيرة، ولازم أسمي كل حاجة. فمثلا ممكن نستخدم علب الأفلام الصغيرة، هتبقى عندنا ممكن أحط جواها رز، ممكن واحدة تانية أحط جواها مكرونة، بس يستحب إن أنا أعمل من كل واحدة اتنين، علشان بعد ما أعرضه لكل صوت وأقول الصوت بتاعه عالي ولا منخفض، ممكن بعد كده يعمل لي ماتشنج، يعني يجيب لي كل صوت بالصوت اللي زيه. برضو انا لازم اطمن على اذن الطفل، هل سامع كويس، عارف عنده تمييز، عنده تمييز بكل صوت، والتاني صوت عالي صوت منخفض، صوت الاصوات حواليه عامله ازاي. وممكن كمان اعرضه لاصوات الحيوانات، كل حيوان ليه الصوت بتاعه، واقول اسم الحيوان او انواع المواصلات المختلفه، القطار ليه صوت مميز جدا، العربيه ليها صوت مميز جدا.